نمر سريع كده على الاتنيات الخاصة بالقيامة. طبعا ترتيب الاتنيات بنقول للست العذراء الأول وبعدين نقول الملاك ميخائيل عشان هو اللي بوق للقيامة. دايما الست العذراء نبتديها هادية وتلاقي برزبية واخدة مساحة أكبر من أي برزبية تانية، ودي بتبين برضه شفاعة الست العذراء الكبيرة. ودايما برضه بنقول باللحم الطويل للست العذراء، نقولها باللحم الطويل. كتير بتقول بأفضل النار القوي مختلفة شوية.
دي اللي هي رقم اثنين. ايه تنفرس بيبتري صال بيستي سنتي على سطاسي اسمي خير برق إنني في أوي بشاشف الأرش عن جيروس نمني طمة إن إيه أورانيوم. أقول لكم مرة مش هنقول إن إيه أورانيوم، مفيش يوتز يعني إحنا بنقول إن إيه أورانيوم يوتا أو ني، مفيش قبل الني يوتا. إتني أبشي إنتني ياسمين رومن تيريوس يوسف نمني كوديموس نمتي أبي ماريا تمدلين. إتني أبشي إنتني ياسمين رومن تيريوس يوسف نمني قديموس نمتي أبي ماريا تمجد ليني وبعدين الرؤساء الرهبنة هذا المفروض بعد الشهداء الشهيدات الشهداء الأربعة مارجدس والأمرتدس وأبو سفين ومارمين، وبعدين نرجع نقول الشهيدات اللي هي ايه؟ انتني شهيدات انتبه للصوص عربية امي مارينا آه. وبعدين
وبربارة ودميانة ويولياني. يولياني اللي قلناها في عيد الميلاد. طيب نقول الشهيد السبانوف تاني شريط الدبال السوس يبقى بربارة الأول ويولياني دمياني ماريني. طيب تفضل شهيد السفانوس.